قررنا بالإضراب عن الطعام من ساعات الصباح حتى المساء، لنقول لكل المجتمعين والمتحاورين في القاهرة يجب عليكم أن تأتوا بقرار لإنهاء معاناة أسر الشهداء. عندي 5 شهداء مقطوع رواتبهم من عدوان 2008، انقطع مخصصهم المالي في 2019. أنا كنت في رحلة علاج سفر في مصر، روحت لقيت مخصصهم المالي مقطوع. إحنا بنطالب لقمة عيش، لقمة عيش لإلنا ولأسرنا، يعني إحنا اللي قدمنا وضحينا، واللي بضحي وبيقدم أغلى ما يملك فلدة كبده مش لازم يجي يرتمي على رصيف الشارع زي هيك.